ومن أجل هذا الهدف السامي تباحثنا أنا وأبو عبد الله وأبو ناصر وأبو عبيدة وأبو البركات، واستقر رأينا على ترشيح أخانا أبو عبد الله ليكون قائدا على الجهاز الأمني السري إن شاء الله. لكن هذا الموقع يشغله حاليا أبو علاء التونسي. نعلم ذلك جيدا يا أبا معاذ، ولكننا نرى أنه ليس كفؤا لهذا المنصب ولم يقدم أي إضافة له. رأيتم؟ ألا تعلمون أنني الوالي هنا وأنا من يرى ويقرر؟ حاشا وكلا يا أبا معاذ، وعلينا السمع والطاعة لولاة الأمور، ولكن عليك الأخذ بالمشورة أيضا. صحيح، وأمرهم شورى بينهم. سأدرس هذا الترشيح بعون الله. متى؟ قلت سأدرسه. نحن ننتظر ردك خلال أسبوع. أسبوع واحد فقط. ننتظر الأكل على الأقل. لا كل أنت، نحن شبعانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.